مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح للعلمين وزميلنا محمود جميل موجود معانا دلوقتي من مدينة العلمين الجديدة عشان يطلعنا على أبرز فعاليات مهرجان العلمين النهاردة. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير عليك يا أحمد، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من مدينة العلمين الجديدة، لسه الأجواء مبهجة هنا موجودة في مدينة العلمين في إطار مهرجان العلمين الجديدة. خلينا أقول لكم أنه خلاص يعني بدأ العد التنازلي لاستقبال الحفل الفني الأول الخاص بالفنان تامر حسني، واللي هيكون بكرة إن شاء الله في العلمين أرينا هنا في الممشى السياحي. وخلينا نقول أن احنا دي هتبقى يعني بداية كمان قوية جدا للأسبوع الثاني من فعاليات المهرجان. احنا انتهينا من الأسبوع الأول ببعض الفعاليات الرياضية والفنية اللي كانت التيك بول والتحدي الذهبي وديسكو مصر، وهنبدأ خلاص من بكرة الأسبوع الثاني، ويمكن النهاردة كمان بدأت خلاص الاستعدادات اللمسات الأخيرة النهائية على العلمين أرينا اللي موجود على يمنا دلوقتي في الممشى السياحي لاستقبال كل الزائرين وكل اللي هيكونوا موجودين بكرة في حفل الفنان تامر حسني. خلينا اقول لكم ان الاسبوع الثاني من الفعاليات هتكون موجوده هنا في المنطقه اللي احنا موجودين فيها، سواء الممشى السياحي او العلمين ارينا او حتى البحيرات الصناعيه اللي على الجانب الاخر من العلمين ارينا، لان ده هيكون في بعض الفعاليات الرياضيه. يعني احنا بكره هيكون عندنا ان شاء الله حفله الفنان تامر حسني في العلمين ارينا، والعلمين ارينا هي بتطل مباشره على كورنيش البحيرات، وهو ممشى سياحي اخر موازي للممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه، لان ده كورنيش البحيرات الصناعيه. عندنا بحيرتين، بحيره شرقيه وبحيره غربيه، فهتكون على مساحه 700 فدان، والممشى ده هيكون بطول 10 كيلومتر. المهم ان احنا هيكون عندنا بطوله الترايثون، السباق الثلاثي، كمان خلال الاسبوع الثاني من الفعاليات او خلال الايام القادمه. هيكون كمان فيها سباق السباحه هيكون موجود في هذه المنطقه، وكمان هنا في الممشى السياحي هيكون في بعض الفقرات التراثيه والفنيه التابعه لوزاره الثقافه. وخلينا اقول لكم ان بيكون في استعدادات يوميا على مدار الساعه في الممشى السياحي لاستقبال كل الزائرين وكل السائحين اللي بيكونوا موجودين، واحنا بنلاحظ على مدار اليوم كل الجنسيات موجوده من الوطن العربي ومن دول العالم المختلفه. كل الناس هنا مبسوطه بالاجواء اللي موجوده في مدينه العلمين، وكمان يعني بتحرص على ان هم يسالوا. كان لسه في حد امبارح بيسالني ازاي اقدر اشارك او احضر فعاليات مهرجان العلمين الجديده، وحريص جدا ان هو يحضر الفعاليات، لانه مبسوط انه خلال تواجده هنا في مدينه العلمين الجديده ان هو يحضر فعاليات المهرجان، وان يكون في مهرجان كبير وضخم وهو الاكبر في الشرق الاوسط والاول من نوعه طبعا في مصر، انه يقدم له كل الفعاليات اللي هو محتاجها سواء ترفيهيه او حتى رياضيه. فاحنا هنكون بنتكلم على المنطقه الترفيهيه او الممشى السياحي اللي احنا هنكون موجودين فيه. كمان خلال الأيام القادمة هيكون النورث سكوير، هيكون في الفاشن شو، هيكون يوم 10 أغسطس، هيكون في أشهر 10 مصممين موجودين من الوطن العربي، بالإضافة كمان إلى أنه من خلفي في الأبراج السكنية والفندقية اللي موجودة، وكمان أمامي أحد الفنادق اللي بيستضيف كل الضيوف اللي هيكونوا موجودين خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. وبالتأكيد هنتابع معاكم كل ما هو جديد في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو جمانة وأحمد. شكرا ليك محمود جميل، ودايما كده مميز في التغطية الإخبارية الخاصة بما يحدث في مهرجان العلمين. حقيقة اختيار الألوان لا محمود برضو بلونة شيك يعني عشان يفهم بحقيقة عليه والله. شكرا طبعا محمود جميل.